أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن السنة مكملة للقرآن؟ وما معنى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ السنة ما يقال أنها مكملة للقرآن، يقال أن السنة موضحة للقرآن، مفسرة للقرآن، كما أن الإمام أحمد تهيب العبارة التي فيها أن السنة حاكمة على القرآن، تهيب أن يقولها، وقال السنة مفسرة للقرآن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.